كنا بنرحب بأسامة وبرنامجكم المميز بصراحة، برنامج الأشبال اللي اتعمل السنة دي بشكل فكرة بشكل جميل، وطبعا أسامة وأنت بتقود الشغل الإداري والفني المحترم ده مع قطاع الناشئين النادي الأهلي اللي هو أملنا إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. واللي أنا عرفته كمان إن كنتوا بتعملوا كمان شغل فني بشكل جميل، منه تحليل الأداء. هو قطاع الناشئين هو الأساس في كل حاجة، يعني أنا هتكلم على استراتيجيتي مع قطاع الناشئين الإنتاج الحربي خلال 6 أشهر اللي فاتوا. أنا لما عرضت الاستراتيجية على مجلس إدارة الإنتاج الحربي الناس رحبوا بشكل كبير جدا. النهاردة الاستراتيجية بقى لها 6 أشهر، يعني من خلالها كان في نقاط كثيرة جدا نحب يعني نتكلم عنها، منها الارتقاء باللاعب من خلال الاختبارات. السنة دي جانا حوالي 8000 ولد الاختبارات، وده عدد مميز بشكل كبير جدا، وأول سنة للإنتاج الحربي يجيله في اختبارات بالشكل ده. من خلال الاختبارات نقلنا العناصر اللي محتاجها كل قطاع أو كل فريق من خلال الأعمار السنية اللي موجودة من 2010 لحد فريق 97. النقطة الثانية، احنا اتكلمنا على حته تحسين النتائج. يعني عارف ان يمكن العام الماضي واللي قبليه نتائج يمكن الانتاج في جميع المراحل الجمهوريه كانت في اخر الجدول، موقف الثلاث فرق وصلوا لفين، 97 و99 و2001. عايز اقول لك ده بالنسبه للنتائج. بالنسبه لتطعيم المنتخبات برضك من ضمن الاستراتيجيه اللي انا طلبت فيها ان احنا يبقى عندنا عدد من ولادنا موجودين في المنتخبات، منهم يمكن الكابتن ربيع سين منتخب 2001. بعض العناصر عندنا يمكن راحت، اكتر من لاعب راحوا في المعسكرين اللي فاتوا. عندنا منتخب الاولمبي كمان، يمكن غنام لعيب الفريق الاول موجود مع كابتن شاور غريب في المنتخب الاولمبي. النمره 4 حته انك انت ازاي تطلع بقى لعيبه الفريق الاول، ودي مهمه جدا بالنسبه لنا. كلمنا مع رئيس النادي ان احنا هنعمل عقود من بدايه الدور الثاني لبعض العناصر المميزه في 99 و2001، ودول املنا ان شاء الله خلال الفتره القادمه للفريق الاول. كابتن مختار مع حوالي يمكن اكتر من 7 لعيبه من مواليد 97 من ولادنا. فدي يمكن اهم الاستراتيجيه او اهم النقاط في الاستراتيجيه اللي انا يعني حاولت اضيفها للانتاج الحربي، او حاولنا ان احنا نشتغل عليها من خلال الفتره القادمه. موضوع التسنين خلاص حطيته على جنب، ما عنديش مشاكل في الموضوع ده بشكل كبير. انت هتلاحظ يمكن حتى لاولادنا شكلهم وادائهم وعضلتهم بتدل على ان الولد ده فعلا مواليد 2001 او 99 او 97. وعايز اقول لك ان مش انا بس، انا بتمنى جميع رؤساء القطاعات اللي موجودين في الانديه، بيني وبينك بيضر ولادنا وما بفيدناش مرحلة معينة وبعد كده ما بتلاقوش. فايه المانع ان انا اصبر بقى على الولد ابني انا اللي انا بأهله وبعده؟ انا شايف ان الانتاج الحربي الحمد لله تخلصنا بشكل كبير جدا من الجزئية ديت. عايز اقول لك مدرستنا ومدرسة النادي الاهلي صعب انك انت تقدر تخترقنا من الجزئية دي. هنا الحمد لله انا حطيت ايديا من 5 أشهر او 6 أشهر على كل النظم اذا كانت ادارية او فنية، والحمد لله ماشيين بيها بشكل ايجابي. يعني من ضمن الحاجات اللي انا عملتها ملف لجميع الولاد في الاعمار السنية اللي موجودة من 2010 ل 97، وده الملف ده يعني هيخدمنا بشكل كبير جدا في الجانب الاداري. عندنا بردك يمكن في الجانب الاصابات عندنا بردك ملف لكل الولاد المصابة. عايز اقول لك ان خلال 6 أشهر 7 أشهر انا ما عنديش حالة واحدة في الإصابة نتيجة إن حطينا إيدينا على الجانب البدني والأحمال، واخد بالك فترة الإعدادات اتعملت بشكل جيد. عندنا نخبة من الولاد المميزين، عندنا نخبة من المدربين المبشرين، يعني الحمد لله المنظومة ماشية بشكل جيد. نتمنى إن شاء الله بإذن الله كده في نهاية الموسم نعيد القارة تاني ونشوف النتاج الحربي وصل ليه في السنة الأولى اللي هم بيعتبروها سنة انتقالية بالنسبة للنتاج الحربي.